بزيادة. تعال عزيزي. هادي هادي. هلو. أنا. هلا وشو؟ لا 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 لا. ما شفت. والله أن نادي صالح. لا خرب أربع زمان. تعال وين رايح أنت؟ تعال عنا تعال أنت كنا. روح هناك. هناك. ترجع هناك. في عيشة في في. في عيشة بعد. أرحب. أيوة تعال خليها وينهم. تعال تعال يا أبو راضي. تبقى. عيال عيال والله العظيم اني ابتليت بلوى لا راحت ولا جت قسم بالله فسح 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 اعطيك معلومه يا ابو راضي اعطيك معلومه تدري من يوم طلعت فهد معيه ما عاد جيت شفناه اي كل يوم عنده في الغرفه اصلا عشان اشوف له ما عاد شفناه تبون تشوفون عيال تصدمون هذا افتح شقته عشان لا خرابنا الله مالكم بس مضبط الجدول والله افتح شقته هذه عمي شاي والله معك فقط فيها يقول كيف عادك تقدرون عادك فاصل طلع فاصل ليه طلع فاصل ليه طلعت فاصل ليه طلع فاصل ليه والله طلع فاصل تيجي انا بيقول طلع فاصل ليه طلع فاصل وخر وخر دلع وخر مشعل وخر انا طلع فاصل في العيون طلع فاصل طلع فاصل يا ابو يوسف يا ابو يوسف اذكر الله طلعت فاصل ليش؟ طلعت فاصل ليش؟ ليش طلعت فاصل؟ توه الحين ما قلت شيء والله الحين توك مطلع فاصل والله ما قلت والله طلعت فاصل اخي كلمة هت فكر ليش؟ لا لا ايش كس زي ما يقول الكل كس؟ لا 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 والله فاصل خير ان شاء الله من حلاله علي ابو سلوى علي تستاهل والله العظيم باذن الله انت اخذ الاول اما من قدام ولا من ورا خذها مني والله انت اخذ واحده من الثنتين اما قدام ولا ورا وما اخذتها قدام تاخذها ورا تدعزومك يا صالح فاصل كم؟ راجع راجع ضاع تعب والله الحين 4000 في خمس مجهود اسبوع كامل 4000 في خمس لا وطالع في طالع في الكاميرا اوله وطالع في الكاميرا الحين ابو صلوح ابو صلوح حق كرنفالين حق كرنفالين اي الفاصل ابو صلوح تخيل انك جالس تقدم كرنفالين تاخذ بطل الكرنفال في الاخير يطلعك فاصل قول لي الله يلا خلني اشبها زياده انا اتكلمت وقت كان حتى مع جروب دعمك وقت هبلي قول لي الله ابو بطن هبلي قيدوا راضي تكنسل من انسحب يا الربع انا من هذا المنبر لا 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 اعلنها لا 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 فك 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 اقول لك فك اقول لك فك فك يا حبيبي فك فك يا حبيبي فك ما صار نص ساعه فك الله يستر عليك حي الله من زار وخفف صح يلا هذه اعتبرها ذبيحة لك اصبر اعتبرها ذبيحة لك انا اعلن من هذا المنبر لا لا تتعسف نبداك ابو يوسف تكفى ابو يوسف ابو يوسف يا عيال يا عيال يا عيال والله انا اصلا ترى وشو انا شريك مع دعاوي امك صالح انا داخل شراكة مع دعاوي امك والله ما هو معك وانت عارف هالشيء هذا هادي 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 اخر يا هادي والله العظيم يا هادي اني لا اسوي لك وداعيه وخروجيه بنفس اليوم اللي دخلت فيه والله طيب استرح شلون اذبح خطم معك تعال 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 اسوي اثنين تعال تعال في الساحه هنا اذكر والله وعين وخير اذكر الله يا ابو صالح شرب لا 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 احمد ومشعل وجميل شوف انا يتفداك بالشوك ودنعه يا رجال يتفداك حتى بالشوك قول بشرب لا يتفداني بالنقاط يا ولد قول يلا أنت مزعلك خصم الحين علينا 4000 يا رجل والله 4000 4000 والله 1000 3000 أول شيء 3000 والحين فاصل 1000 4000 يا براضي بيطلع من قرية كاملة بيطلع من مناطق والله أطلع لي معمارية يا رجل يطلعونه أنت خلاص قدام الوضع كذا والله صدق خلني أحجز تذكرة وأسحب من الإدارة بعد شوي وأحجز تذكرة وأروح أنت أبوك قدام الوضع كذا والله صدق أنت بالأول يا أخي صالح 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 هنا وين؟ أخو واضحة تكفى. أخو واضحة تكفى. أخو واضحة طالبك. والكاميرا. من مكتبك ذاك نادي. اشتغل بالكاميرا. ما راح أخطبه بخطب الإدارة. تكفى طالبك. تكفى طالبك. من هذا المنبر. أخو واضحة تكفى. من مكتبك ذاك. تكفى. من هذا المنبر. واضحة. إخواني. أخو واضحة طالبك. شباب. من هذا المنبر. أنا أعلن انضباطي. كفى. عاش عاش أبو راضي. مع إني والله ما أدري شو آخرتها لكن. من يوم انك عند الشراكه ويعلن انضباطه شوف الساعه ولا شيء انضباطي لهذا اليوم لين اليوم كم؟
خلاص انا اللي تدري شنو ابغى منك يا شيخ. لك اسبوع حلو خلال الاسبوع هذا اضبط نفسي. بس اضبط نفسك الاسبوع هذا حلو. خلصت الاسبوع الاول وامورك تمام. الاسبوع الاخير يا رجال صالح ازحف يوسف ويوسف والله ازحف. الاسبوع الثاني ازحف. عطني اليوم كم اضبط نفسي؟ اضبط نفسك اليوم وشو؟ اليوم كنا اصبحنا الربوع. اصبحنا الربوع الربوع الين الثلث الجاي. والله انكم لا الين الثلوث ويوسف والله انها حلوه الين الثلوث يا مسلم اخو وضحى. شو بس تكفى تكفى انا في وجه ابوك ابو يوسف انتهى. انا طالب في وجه ابوك صالح. بليتني انت يا اخوي ترى. يا اخوي ايش اسوي؟ الله يرحم من جاي. والله بليتني. تكفى طالبك يا اخوي. بليتني يا رجل. انا جيتك اسمه جيتك بليتي احسن. بليتي احسن ما نفع. جيتك القسوه ما نفع. زين قول يلا خلاص اتفق اتفاق الحين. وشو؟ اول بث انت تقوم. يا سلام. انا اقوم الساعه 10. ما تقوم الساعة 10 طال عمرك. ما تقوم الساعة 10 تقوم معي بداية هالبث. مالك الوقت. أنا وياك. آسف. أبو راضي اليومين الجايات بالذات تدري ليش؟ خليني أقولك اليومين الجايات هذولي اللي نقوم أنا وياك بدري حلو. بعدها خلاص أنا أستلم. شفت بداية هالبث وأنت تستلم نهاية هالبث. فخلاص أنا ما حضر. ليش ما تحضر؟ ما حضر ولا فقط. إلا يجيك خاصم يجيني خاصم. ما أحضر. لا أدري تحضر. ماشي. طب انت ايش تحضر؟ دقيقه انت ايش تحضر؟ تحداك يا صالح يقول ماني بحاضر. دقيقه انت ايش تحضر؟ تحدي بينك وبين فهد الحيان. انت ايش تحضر؟ خلاص انت تحضر فهد الحيان. تحدينا انه يتحدي. قلنا اذا خلال اسبوع هادي ما جاب الا كم؟ اربع مخالفات. الخامسه انا كم مخالف انا؟ الخامسه يروح التحدي. انا كم مخالفه؟ الحين انت للاسف ولا مخالف. ثنتين. الحين ثنتين تمام؟ حلو؟ باقي مخالفتين بس تسويها الاسبوع لان نهايه الاسبوع ذا. تكفى تحدي مع فهد معيان. ترى بغير ثلاث ايام. تدري ذا اسمع والله انت الفيصليه يعني شيء غالي وبندفع تدفيع مو صح. تكفى يا ابو راضي. تكفى ايوه. ام هادي تكفى. ادعى ولا تنضبط بس. هادي تكلم مخاطب الجمهور. لا ادعى يمه. لا هو يقول لي النادي انا طالع فوق. لا هذا ما كلمه. سلام. كفو. اقول لك جميل شلا خذ لو سمحت. بعيدا عن مكفولي عشان ما تجرع على مكفولك. لا مكفولي ما تتكلم معي يا حبيبي وانا موجود هنا. خذ مكفولك واخر على مكفولي. ايه مكفولي ضايع. اسمع قول يلا يال انا عندي شغله. انت والله هادي والله لا راح اجيبها من انت ابنك جاي. انت ربعك من؟ من ربعي؟ ربعك من؟ اقدرك ربعك. من ربعك؟ اخوك ياسر. دلك واصل. دلك ربعه. ربعه نعم. انت جيت العشاي. ربعه نعم. ربعه نعم. ما انت وش تسوي؟ انا اقول ربعه نعم. ونعم. خلاص. ما قلت شيء. اي والله نعم. تعرف النعيات هذه. يا الربع قولي له الله. انا بتكلم يا بتكلم. والله بتكلم عندي مارود لازم اني اوده. اول هوشه ترى مع الاداره. ترى تهوشت مع الاداره. تهوشت؟ هذا ما في خاصم صحيح؟ لا ما في خاصم. اي لا خاصم. هذا احتمال تبعه. راي كيفي. انا رجال قبل اسم متسابق تهاوشت انا وياهم بس يوم دخلت ضبط اموري. بس جبت مصيبه. لا تهاوشت انا وياهم برا. الرجال ترى مكني اول ترى طلع مفتاح شقه يقول هذه شقه فهد معيان عشان اذا انحشنا. ما انحشت. يقول لي اذا انحشنا. اذا تفتح عمل الشيطان. لا ما ادري لو ايش. لو ما شب الضوء. لو ما هذه شقه فهد معيان. طيب ايش رايك تعطيني مفتاح؟ لا انا ممكن يعني انا بنحاش. لا انحشنا انا بنحاش. انحشنا اكسو. أفو شريكي؟ يعني بدا ما يضبط خرب. المشكلة تدري وين؟ شوف ضاقت الرياض كلها ما ينحاش غير بشقة مين؟ فهد معيان. صح ترضخ أنت. سجل منير. أبو منير! ما أعرفك. أوه أخيرا تذكرك. خلاص بيضمي أنا. الدخولية معك. يجي ما شاء الله ما شاء الله. يجي العين يجي من بنغال. ما شاء الله يجي من باكستان. كيف بنغال كله كويس؟ ها؟ كويس كله بنغال؟ بنغال باكستان باكستان. ويجي لهم مية مية كله. علوم هذا مين يا منير؟ مين؟ انا بكتان. لا وش اسمه؟ قصدي يعني ورع. الورع هذا. الكلام ريجي.